غايتنا الجهاد في سبيل الله، فما هي غايتكم؟ غايتكم، غايتكم هذا الإجماع على سلاحنا، شرفنا، قوتنا، لا يمكن أبدا أن نضعه أبدا إلا في ساحات المسجد الأقصى المبارك. أتظنوننا أيها الخونة، أيها المتساقطون، أننا سنتلجلج، أننا سنبيع هذا الذي اشتريناه بقوت أولادنا؟ والله نقول لمحمد الضيف، لكتائب القسام، ولأبطال المقاومة في الضفة وفي غزة، خذوا قوتنا واشتروا مثل هذا، خذوا رواتبنا واشتروا مثل هذا.